تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. طبعا يعني معانا اليوم في الإخراج الأستاذ أيمن سرحيل، ومعانا في التنسيق دائما المبدعة ميرا الغفلي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وأيضا عندنا العديد من الفقرات اللي متعرف عليها من خلال حلقتنا اليوم، لكن قبل ذلك خلونا يعني باجلنا أيام قليلة تفصلنا عن شهر الخير، شهر رمضان الكريم. الله يعيد إن شاء الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير يا رب، ويبلغنا إن شاء الله الشهر صيامه وقيامه. وهني يعني نبغي ننوه مستمعينا أن نحن نتواصل معاكم في برنامج صحة وسعادة. الحلقات بتكون مستمرة عندنا، يعني مثل ما عودناكم السنة اللي طافت عندنا إن شاء الله العديد من الاستضافات للعديد من الأطباء والمتخصصين في المجالات الصحية والطبية، سواء في علم التغذية بتكون عندنا هناك كثير من الأمور العلمية والطبية للمرضى والأصحاء. إنزين، من جاوب على استفساراتكم الطبية وما إلى ذلك من أمور الغذاء والأنماط الصحية اللي لازم الواحد يتبعها في شهر رمضان الكريم. هذا الشهر يا جماعة الخير ترى شهر صحي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالواحد يعني اللي يبغي ياخذ بريك صحي في السنة ياخذه في شهر رمضان. لكن للأسف يعني هايما في عندنا، انت وزنك يزيد انت ما شاء الله في رمضان عكس الناس، ما شاء الله يا حليلة ايمن ضعيف بالمحلي نحن نسميه السلق، ما يأثر فيه الاكل. عموما في اطباء يحذرون من تناول السوشي. ها اللي يحب السوشي يسمع هذا الخبر. يقول بعد أن حظيت أطباق السوشي اليابانية على شهرة كبيرة في العالم، أكد أطباء برتغاليون أن تناول تلك الأطعمة يؤدي لانتشار عدوى طفيلية خطيرة على صحة الإنسان. طبعا في وصف لإحدى الحالات السريرية الحرجة. إنزين أنا ما أدري ليش نور دبي حاطنهم على السقف مساكين في الانستغرام، نحن ما ذكرناكم بأرقام التواصل، بقول بخبركم عقب الخبر هذا. يقول في وصف لإحدى الحالات السريرية الحرجة التي عاينوها، قال الأطباء لمجلة BMG Case Report، لجأ إلى المشفى رجل 30 يعاني من الحمى والإقياء وآلام شديدة في المعدة. في البداية أظهرت تحاليل دم أن المريض يعاني من التهابات حادة، وبعد معاينته وسؤاله عن وضعه الصحي والأطعمة التي تناولها قبل دخوله إلى المشفى، أكد الرجل أن الأعراض بدأت بالظهور بعد تناول بعض وجبات السوشي على مدار عدة أيام، الأمر الذي دفعنا للاشتباه بإصابته بطفيليات تنتقل عن طريق تناول لحوم الأسماك النيئة. أنزين، بعد معاينة معدة المريض بواسطة المنظار، وجد الأطباء أن المنطقة الملتهبة في جدار معدته تحتوي على 4 يرقات ديدان طفيلية خيطية. زين، تم إزالتها، يعني بعد إزالتها عاد وضع المريض للتحسن تدريجيا. هني شدد الأطباء على ضرورة طهي لحوم الأسماك جيدا قبل تناولها، منع الانتقال تلك الطفيليات إلى جسم الإنسان، والتي تنتقل من الدم
لتهاجم مختلف أعضاء كالكبد وحتى العين. يذكر أن الديدان الطفيلية هي حيوانات لها جسم طويل نحيف، تنقسم إلى أنواع مختلفة كالخيطية والمسطحة، ويعتمد انتشارها على توفر العائل المناسب والظروف البيئية التي تسمح للطفيل بالانتقال من مضيف لآخر. ومن الممكن أن تنتقل عن طريق المياه أو الأطعمة الملوثة أو تناول اللحوم غير المطهوة جيدا. هذا ذكرتني بسالفة واحد من الشباب ربيع اسمه أحمد، ما بخبركم اسم عائلته. أحمد نفس الوضع، كان ماكل سوشي عندنا هنا في دبي، ماكل سوشي وترقد عقبه 3 أيام في المستشفى. 3 أيام يلسنا نلف وندور، وأحمد يشيش يعني، قلت لي يمكن من الشيشة من الدخان وهذا. عقب اكتشفوا أن الموضوع لا، يعني تقريبا نفس الخبر هذا اللي أنا قريته. فتحملوا يا جماعة الخير، المسألة وايد مسألة مهمة أن الواحد يحافظ على صحته بشكل أو بآخر ويبعد عن الأطعمة النيئة. زين، في رمضان إن شاء الله بتكون عندنا حلقات متخصصة في هذا المجال، بنتكلم عن الطبخ، بنتكلم عن كيف إنك تسوي يعني وجبة صحية سليمة، كيف إنك تتأخذ هذه الوجبات الصحية بشكل سليم، وأيضا يعني كيف إنك أنت تنتهي من الطعام إنزين من الإفطار لين السحور، شو المفروض تأخذه خلال هذه الفترة ومتى وكيف والكميات. حتى العام أتذكر أعطيناكم وصفة الكرك الصحي، ها تتذكرون الكرك الصحي، والسنة منسوي وايد أشياء كذا بعد. عموما اليوم بعد كذلك مع صحيفة البيان تم إصدار ملحق البيان الصحي، هذا الملحق اللي تصدره صحيفة البيان بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. هنالك العديد من المواضيع اللي بتحصلونها في هذا الملحق، فهذه دعوة نقدمها لكم على أساس أنكم تتابعون هذا الملحق، لأن فيه وايد مواضيع. عموما أيضا مستمعينا نذكركم بأن سلامة ما زالت تسلم عليكم، وتقولكم لا تنسون تجيبون الهوية وتجيبون معاكم البطاقة الصحية وبطاقة التأمين إن وجدت، زين، على أساس أن يتم تسجيلكم وتسجيل بياناتكم في النظام الإلكتروني، الملف الطبي الموحد، الملف الإلكتروني الطبي الموحد، زين. طيب أرقام التواصل معنا 600-551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. عندنا مكالمة، مقترح، ناخذ مقترح من المستمع. بس لحظة قبل لا تطلعيني خليني أركب الواير مال الآيباد عشان يسمعونا الجماعة. منو معانا؟ أبو حمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور على الأخوة المستمعين وأطاقة من عندكم. كان أمرك اليوم تفضلت أنت عن السوشي وكان خبر موجود، وفي أغذية كثيرة صحيح، والخضروات واللي هي قضية الكيماويات اللي فيها والجهاز مال الفحص، يعني أتمنى يكون في تثقيف للفئة السنية في المدارس من هيئة الصحة باتفاق مع وزارة التربية والتعليم، الأندية، يعني المولات وغيره، بحيث يكون في منشور. يعني أنت اليوم الكبير قد يعي وقد يسمع راديو وقد يشوف تلفزيون وقد يقرأ واتساب، لكن الأطفال هذين اللي هم لازم تزرع فيهم ثقافة بحيث أنهم يمتنعون عن هذه الأمور، الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الحلويات الملونة. يعني أقصد ليش ما تكون هيئات الصحة. كلامك سليم أبو حمد، أنا المنشورات متوزعة على الأندية، على صح المولات، على مراكز الأطفال، على المدارس. كلامك سليم أبو حمد. يعني مع الأسف إن نشوف أجسام أبنائنا حجم كتلة شحم. زين. أبو حمد بسألك سؤال. شو رأيك الآن لما الطفل زين بتي بتوعي وبتسوي له في المدرسة وبتعطيه كل اللي أنت تقوله، والأهل هناك زين يقولون حق الطفل بعد لا تأكل هاي الأشياء وهاي الأشياء مضرة وما أدري كذا، ويشوف أبوه ولا أمه ياسين يأكلون منه. طبعاً هذا قدوة سيء أكيد. شفت يعني كيف؟ بتعمل عنده كمبيوتر وبتعمل عنده ارتباك وبتعمل عنده صحيح. إنك مو بصادق معه. يعني هذه الأمور. هذا مثل اللي يدوخ سيارة ويقول حق ولده يعني وياك يدوخ سيارة.
بعد ما يستوي. صحيح يا أخي، جزاك الله خير والله. أنا بالعكس، أنا اللي يعني اللي عارفه أبو حمد أن عندهم بعض البرامج سواء وزارة الصحة وحتى هيئة الصحة بالتعاون مع هذا، لكن التكثيف من هذه البرامج. ابني ما عمره ابني أو بناتي يابوا من المدرسة ورطة من هذه الهيئة فيها مثل هذه الأشياء، ولا موجودة في المدارس. اليوم الرقابة سوينا نحن، سوينا حملات بس على المقاصد الموجودة. والله إني شفت بعيني، ما حد خبرني. بشاميل، همبرجر، شيبس، هذه الأشياء اللي هي وجبة الفطور اللي تقدم المدرسة للطالب. يعني بذمتك الحين وثقافتك، هل بعقولة أنت تعطي بشاميل ديناصور يمكن مو بطالب؟ نعم. أقول ديناصور مو بطالب. إذا كانت وزارة التربية وزارة الصحة، إذا كانت المدارس تضرب بالأمور هذه عرض الحائط، يعني خل متسوق خفي من هيئات الصحة، من البلديات. صحيح. من هذا تزور وتشوف اللي تقدم المقاصد. سليم. يعني غير إن خلها تربح 20 ضعف إذا ما في كنترول على الأسعار، لكن لا تقدم هذه الأمور لأطفال لسه جسمهم بينبني. اليوم يعني اسمح لي طولت عليك. تفضل. اليوم وين طابور الصباح اللي هو أهم حاجة مقدسة كانت عند الطالب وتخليه يبدأ يوم بنشاط؟ هم موجود اليوم في المدارس. أقل حاجة هذا طابور الصباح اللي فيه شوية حركات سويدية وفيه إشعال نشاط وتحميس في الطالب، هذه مو موجودة. أنا اسمح لي يعني طلعت من الموضوع، مو مشكلة أبو حمد، بس أنا لأن عندي فاصل لازم أخذه. أي تجاه لامية، يعني يمكن بيتكم إن شاء الله يكون خير. الله يطول بعمرك أبو محمد، ما قصرت. شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة. نحن بعد الفاصل أنا عندي بس تعليق بسيط على مكالمة أبو محمد، لأن أتذكر كانت هناك حملة يعني تم التنسيق لها ما بين هيئة الصحة وعدد من الجهات الحكومية اللي هي بلدية دبي أعتقد، والمعرفة شو اسمهم مال المعرفة، نسيت والله. عموما بعد الفاصل بخبركم عن هذه الحملة. أرقام التواصل 600551414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006. وناخذ أبو علي ونطلع، كان خليتني أعلق عيل. يلا أبو علي تفضل. أبو علي شو أبو علي تفضل. أبو علي على السريع. الله يخليك، مرحبا. الله يسلمك، بس أنا موضوع على السريع، ما بطول ياكم إن شاء الله. إن شاء الله تفضل يا سيدي. أخوي بس بخصوص، أنا عندي بس مقترح لوزارة الصحة، إن شاء الله لو يطبقونا في المطاعم السريعة أو المطاعم بصفة عامة اللي هي الوجبات السريعة، لو يسجلون الكاربس، كمية الكربوهيدرات أو المواد الغذائية اللي موجودة في الوجبة نفسها. لأن بصراحة أنا عن تجربة شخصية سافرت برا وشفت نفسي متغير صراحة، يعني يوم أشوف الوجبة الكاربس كم كمية الكاربس فيها، في بعض الوجبات اللي هي قليل اخذها واللي كثير ما اخذها، بس يومني البلاد ما نعرف، فناكل قد ما نقدر ناكل، فلو في كون احتمال. جزاك الله خير يا ابو علي، اقتراح مناسب. انا حتى شفت في بعض التطبيقات الذكيه اللي تعطيك ايضا يعني التفاصيل الخاصه بهذا الغذاء. عموما نحن بعد الفاصل عندنا وايد كلام نتكلم عنه، خلنا ناخذ الفاصل ونرجع. فاصل وراجع ان شاء الله. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام، وعبر اذاعتكم المفيده دائما والمبدعه دائما والمتنوعه دائما، اذاعه نور دبي. اذا قبل الفاصل كان يحدثنا ابو حمد عن ابو علي، تكلموا عن بعض الشغلات المهمه طبعا اللي هي تخص التغذيه عندنا وأثارها في صحة الإنسان والمطاعم. فأبو حمد كان يتحدث عن التغذية بالنسبة للطالب في المدرسة. أنا أتذكر أبو حمد أن هيئة الصحة كانت ضمن مشروع لأحد المبادرات اللي تطلق ضمن جائزة حمدان بن محمد، اللي هي ما بين هيئة الصحة بدبي، هيئة المعرفة، وبلدية دبي. كانت مسألة تغذية الأجيال هذه بشكل سليم كانت هناك على ضمن مدارس دبي. الآن إن شاء الله نحن نتمنى أن مثل هذه المبادرات يتم التوسع فيها على كل مدارس الدولة إن شاء الله،
واعتقد يعني من قدر كبيرنا الاهتمام بصحة الطالب وايد مسألة مهمة جدا، خاصة ان هنالك حتى ضمن اللجان اللي كنت مشارك فيها كانت في لجنة لمكافحة السمنة عند الأطفال، لأن نسبة كبيرة بدأت تزيد عندنا في الدولة، هذه مسألة وايد خطيرة ومؤشر خطير جدا. فالسمنة عند الأطفال مسؤولية الكل، الطفل في النهاية هذا يعني أنت توجهه وأنت تربيه، لكن أن الطلع بهذا الوزن لا، هذه مسؤولية أولياء الأمور، مسؤولية الأم والأب قبل أن تكون مسؤولية أي شخص آخر. طيب أبو علي كان يتكلم عن المطاعم أن تكون في السعرات الحرارية موجودة وكذا، نحن نتذكر حتى في بعض التطبيقات الذكية اللي تعطيك القياسات الخاصة بالنظام الغذائي لهذه المنتجات. فأتمنى يعني أنا هذه شفت أعتقد على اليوتيوب ولا في الإنترنت، فأتمنى أن تكون موجودة حتى عندنا، ما نكلمهم في الاي تي اذا يقدرون يسوون لنا شغله مثل هذه، بتكون وايد مساله جميله. ما رايك بالمعجنات كوجبات في المدارس؟ هل هي وجبات صحيه؟ حسب، انا مو بخبير تغذيه، ولكن حسب الخبره البسيطه اللي تولدت عندنا مع خبراء التغذيه، هي تعتمد على الطفل، يعني في ناس ممكن تكون جيده بالنسبه لهم، في ناس لا ممكن تكون سيئه. جود مورنينج، صباح الخير. يعني أنا عندي أصبع الإبهام يعورني. أيوة، الحين ما ندخل في موضوعنا الرئيسي. تولي هيئة الصحة بدبي تطوير مستشفياتها ومراكزها وعياداتها الطبية جل الاهتمام. ليش؟ لأن الهيئة تحرص على أن تكون منشآتها الصحية كافة الأفضل دائما، ومن هذه المنشآت مستشفى راشد اللي يعد صرح طبي للعديد من التخصصات، منها أيضا الحالات الحرجة والحالات الطارئة، هي يعني ما ببالغ إذا قلت الرقم واحد في هذا المجال. هني أيضا في دور مهم لقسم جراحة اليد وقسم جراحة الجراحات اليوم الواحد، هذا يعطيك انعكاس كبير على إمكانيات المستشفى وتفوقها في هذا التخصص، اللي يمثل حقيقة إضافة كبيرة لهذا الصرح الطبي. اليوم معانا الدكتور خالد العوضي، استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. الله يصبحك بالخير أخوي، كيف أموركم؟ الله يسلم دكتور. يعني نحن في عندنا سبحان الله بدأت الأسئلة من بلشنا نعرف أنك أنت بتكون معانا موجود اليوم في حلقة اليوم، ولكن يعني قبل أن ندخل في التفاصيل هذه وأسئلة الجمهور، خلنا دكتور نتكلم عن يعني المؤتمر الدولي المتقدم للعظام اللي شهدته دبي في اليومين الماضيين. خلنا نتكلم عن هذا المؤتمر، شو اللي وصل له هذا المؤتمر؟ نعم، هذا من المؤتمرات الدولية القليلة اللي تصير في المنطقة، وهي الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط اللي نسوها. المؤتمر هذا متخصص في مجال جراحة اليد والرسخ والطرف العلوي. المؤتمر تم على 3 أيام، وهذا السنة الرابعة نسوها. أول يوم كان عبارة عن دورة متقدمة لأطباء جراحة اليد يتعلمون بعض العمليات، ومثل ما نقول live demonstration حقهم. ويومين كان مؤتمر محاضرات، جولنا محاضرين من كل دول العالم تقريبا. نقول عندنا دكاترة من كندا، من ألمانيا، من بريطانيا، من النمسا، من الهند، من روسيا. فما شاء الله المؤتمر كان جدا ناجح، عدد الحضور زاد عن 200 طبيب، والحمد لله. يعني النتائج اللي احنا شفناها في المؤتمر والأبحاث اللي ألقت في المؤتمر أعطت انطباع جميل عند الدكاترة عن التقدم اللي جالس يصير في هالمجال. جميل. طيب دكتور، من نحن مؤتمر العظام ما ننتقل إلى قسم جراحة اليد. نعم. في مستشفى راشد، لكن هني في واحد من المستمعين قال لي أرجع حق المسج اللي كتبته فوق وقرأ، قول إن شاء الله. يقول أنا عندي أصبع الإبهام يعورني. نعم. العظم وايد. نعم. إذا في دقة ما فهمت دق لحظة، هاي حركة عادي بس شيء إذا شيء دقة. نعم. أحس بألم وايد. نعم.
الإبهام يعني الأنسجة في الجسم أو في الإيد عبارة عن طبقات، يبدأ من اليلد لحد العظم، ما بينهم أوتار، أعصاب، شرايين، مفاصل، كل واحد من هذه الأشياء ممكن تسبب ألم. إنزين لازم المريض يجي عندنا ونفحصه. من أكثر الأسباب اللي تكون الآلام هذه التهاب الأوتار، فلما يصير الوتر ملتهب وصار فيه نوع من التضيق حواليه، أي حركة في أصبع الإبهام يسبب ألم. هذا سبب. السبب الثاني ممكن يكون التهاب المفاصل، فوجود الالتهاب في المفاصل يؤدي إلى أن الحركات، بعض الحركات ممكن تسبب ألم في المفصل أو في الأصبع. فأول شيء المريضي نفحصه فحص إكلينيكي، نسوي بعض الأشعة المطلوبة ويبيننا بالضبط وين الالتهاب وشو العلاج اللي احنا ممكن نوفر له. جميل. إذا هناك العديد من الأسباب، المفروض أنه يتم فحصه الدكتور بشكل كلينيكي في البداية، وبعد أن تقررون شو اللي تبغون تسوونه. بالنسبة للأخ أو الأخت السائلة، احنا نقلها حطي مثلا جبيرة صغيرة على الأصبع الإبهام لحد ما تين عنا، فهذا يقلل إن شاء الله الويع اللي عندها لحد ما تيجي عندنا ونشوفها إن شاء الله. إنزين، في أحد يقول شو يعني جراحة اليد؟ قصدك تجميل؟ نعم، جراحة اليد هو تخصص الواحد يأخذه بعد ما يخلص من تخصص الأساسي اللي هو يا جراحة العظام أو جراحة التجميل أو الجراحة العامة. فالتخصص هو مثل ما نقول فيلوشيب، اللي هو سنة أو سنتين من التدريب المكثف في مجال جراحة اليد بعد التخصص الأساسي. إنزين، ما هو دور المدارس في التغذية الصحية، علما أن الفرد يقضي أكثر من 10 سنوات في المدارس؟ طيب هذا موضوع آخر، نحن نحط لك حلقة كاملة إن شاء الله، ووعد مني خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم بيكون بتكون عندنا بعض أو الدكتورة وفاء ومن يقدر يعطينا يعني الرد على هذه الاستفسارات. ما هو علاج أو التهاب الأوتار؟ دكتور نعم. تخصصك؟ هي نعم. فالتهاب الأوتار يحصل من كثر الحركة الزايدة في الإيد. الحين قمنا نشوف الحالات هذه أكثر وأكثر في صغار السن، مع أن هي المفروض تصير مع كبار السن. والسبب الموبايلات. كثرة الكتابة على الموبايلات تؤدي التهاب الأوتار، والوتر يتحرك في قناة ضيقة جدا. إنزين، لما يصير الاحتكاك يزيد ما بين الوتر والقناة مالته، يصير نوع من التضخم في الوتر والحركة تكون مؤلمة. في هالحالة احنا نعطيه في البداية راحة للإيد وعلاج طبيعي، لو ما نفع نحقن كورتيزون أو البلازما، وإذا ما نفع أو الألم رجع بعد فترة يبقى الحل الوحيد هو الجراحة. إنزين، نحن شوية نخلي أسئلتكم يا جماعة الخير، عندنا أسئلة بعد هنا نحن نبغي نتطرق لها، فبعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم أكثر عن الخدمات اللي تقدم في قسم جراحة اليد، الدكتور بيعطينا فكرة أكثر عنها. ففاصل إن شاء الله وراجعين. أرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، موجودين على إنستغرام نور دبي DHA_Dubai. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. أرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وموجودين على إنستغرام نور دبي DHA_Dubai. كنا قبل الفاصل نتحدث مع الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى راشد عن القسم هذا وعن موضوعنا الخاص بجراحات اليوم الواحد وجراحات اليد. دكتور، بس ناخذ مجموعة الرسائل هذه وبعدين منتح لك المجال على أساس تعرفنا أكثر على الخدمات الخاصة بعمليات اليوم الواحد وأيضا الجراحات الخاصة باليد. يقول نتمنى للجميع الشفاء. محمد ناصر، السلام عليكم، أنا سويت عملية كسر العظمة الزورقية من 6 شهور، التئم الكسر ولكن آلام بسيطة ما زالت موجودة تحت الإبهام، هل ممكن تزول بالعلاج الطبيعي؟ هذا حميد الفلاسي يسأل دكتور. نعم، إن شاء الله ممكن تزول بالعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ساعات بعد الكسور هذه تأخذ لها ما بين شهر لست أشهر من العلاج المكثف، فكثير من الناس هذا يرتاحون طالما العظم التئم، إن شاء الله الآلام بتخف مع العلاج الطبيعي إن شاء الله. ناخذ أم جواهر دكتور كمداخلة، تفضلي أم جواهر. تفضلي. السلام عليكم. السلام.
سعد الله صباحكم. سامحيني بس كنت اركب الواير هذا اللي لعوزني مال الايباد عشان سامحيني من جواهر. تفضلي يا ستي. مسموح مسموح ان شاء الله. يا سعيده يا رب. بغيت اسال الدكتور خالد، انا عندي الم من اكثر من 6 شهور الحين في الكتف، وفعلا شخصوا لي قالوا لي التهاب. بس ما اقدر ارقد في الليل يعني من الالم، مع اني اخذ المسكنات وبديت اسوي علاج طبيعي وسوي مساجات، بس ابدا ما في تحسن بالمره يعني. زين. اي سؤال لك؟ ما اعرف يعني شو. نعم انا ممكن افيدها في هالحاله. السلام عليك اختي. بالنسبه دكتور. الله يسلمك. بالنسبه للالام هذه الحين، لو احنا اول مرحله تكون هو العلاج الطبيعي والمسكنات، لكن لو ما نفع هذا ممكن الواحد يلجا لحقن الكورتيزون قالوا لي على البلازما، بس وايد خوفوني دكتور منها. نعم. كثير من الناس يخافون من الكورتيزون على انه ياثر على باقي اعضاء الجسم، لكن الكورتيزون كحقن موضعيه يتاثر فقط في مكان الابره. كل شيء في الطب احنا دائما نقول ممكن يكون لي اعراض جانبيه، لكن دائما احنا نشوف الاعراض الجانبيه والفوائد العلاج، واذا الفوائد هي اكثر بكثير من الاعراض الجانبيه نلتزم بالعلاج. الكورتيزون في هالحاله تفيد ان شاء الله، وإذا الدكتور نصحك به أنا أقول لك توكلي على الله سوي الكورتيزون، بيفيدك وايد بيخفف الألم. أنا مبدئيا قال لي بسوي وياك العلاج الطبيعي اللي هو الكهرباء والتمارين، وبس ما بحس بتحسن يعني. نعم. صار لي كم صار لك الحين من العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي الحين أسبوع تقريبا، 10 أيام بكمل. تو الناس تو الناس بعد استمر تو الناس على الأقل شهرين من العلاج الطبيعي من غير فايدة، بعدين نقول نتوكل على الله ونفكر في الحقن. مشكورة يا مجد. حسب تحسن عقب كم إن شاء الله؟ ساعات لأخذ للشهر لشهرين. يا الله ما يعين. ماجورة إن شاء الله يا أم جواهر، ماجورة ما تشوفين شر. مشكورة مشكورة على هذه المداخلة. طيب دكتور نحن ما نترك شوية إن شاء الله كل الأسئلة اللي موجودة عندنا ما نطرحها على الدكتور بإذن الله، لكن دكتور خلنا نتكلم عن قسم جراحة اليد في مستشفى راشد، خبرنا عن هذا القسم. قسم جراحة اليد تم تأسيسه تقريبا في عام 2014، وقسم الوحيد من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة اللي فيه أطباء من جراحة العظام وجراحة التجميل اللي يشتغلون مع بعض عشان يقدموا كل الخدمات الممكنة اللي تأثر على الطرف العلوي من قمة الأصابع للكتف، من إصابات الكسور في الأصابع والرسخ والساعد. حلو هذا التعاون ما بين أطباء جراحة العظام والتجميل مع. نعم. بعض الطرف العلوي هو مو عبارة فقط عن عظام، لكن فيها جلد، عضلات، أوتار، أعصاب، شرايين. أطباء التجميل ليهم دور معين في هالمجال اللي هو نقل الأنسجة والترميم الأوتار والأعصاب. أطباء العظام ليهم دور في تثبيت الكسور، فلما احنا نتعاون مع بعض النتيجة تكون أسرع وأفضل للمريض. جميل. طيب دكتور نحن كنا نتحدث عن عمليات جراحة اليوم الواحد. نعم. شو هذه العمليات؟ الحين كثير من العمليات اللي تصير على مستوى العالم في مجال الطرف العلوي تكون عمليات يوم واحد، يعني المريض يكون عنده إصابة، انشاف في العيادة، تشخص الإصابة وبعدين نحوله على مركز عمليات اليوم الواحد. يسوي العملية ويروح البيت نفس اليوم، ما يضطر يقعد في المستشفى. معظم العمليات مالتنا تصير تحت التخدير الموضعي، يعني طبيب التخدير جزاه الله خير يخدر الكتف للأصبع، فالمنطقة هذه تتخدر والمريض يكون واعي وصاحي، سوي العملية ويتوكل على الله. يعني 10 دقائق مسوي العملية ومروحه. في بعض العمليات تأخذ لها بالفعل 10 دقائق وتحت تخدير موضعي، وفي عمليات ممكن يسوي لساعتين ثلاثة بالتخدير الموضعي. طيب دكتور يعني هني من نتكلم عن بعض الأسئلة اللي موجودة عندنا هني، كان في سؤال نحن قريناه تحت الهواء، يقول عندي كسر قديم في منطقة الرزغ يوم كان عمري 7 سنوات، وسبب العلاج الغلط أصابني ضمور في العظم، وبعد سنوات راجعت مستشفيات داخل الدولة وخارجها وقالوا ما في علاج غير تقوية العضلات، فممكن الدكتور يعني يفيدني في هذا الموضوع؟ نعم. تفضل دكتور. نعم احنا دائما لما نشوف أي إصابة في الإيد نشوف شو النتيجة المرجوة، الحركة. إذا الحركة هي سليمة نفضل احنا ما نتدخل تدخل جراحي. بالفعل تقوية العضلات في هالحالة والتمارين والعلاج الطبيعي يفيد، لكن لو الحركة ضعيفة أو في آلام في هالحالة لازم نعالج المشكلة وهو العظم.
أنا أفضل أن المريضة هذه تيجي عندنا المستشفى إن شاء الله وتأخذ موعد ونشوفها ونسوي لها الفحوصات اللازمة ونحدد شو المشكلة بالضبط عندها. خلاص إن شاء الله ما نأخذ لها موعد في مستشفى راشد. موضوع جميل في البيان الصحي اليوم يقول الخبر: دراسة أمريكية أداء الصلوات الخمس بانتظام يخفف آلام الظهر. صحيح يا إماراتية، كان خبر طالع في بيان الصحي من الأخبار الجميلة. دكتور يعني الخبر جميل جدا، ما أدري له علاقة باليد دكتور، لأن أنت بعد حتى وقت الصلاة تستخدم كل أعضاء جسمك. نعم، فشو تعليقك على هذا الخبر؟ طبعا إحنا نشوف يعني أن الوقاية خير من العلاج، والتمارين والرياضة دائما من الأشياء المفيدة أن تخلي الواحد مفاصلة تكون سليمة، يحركها، ما يصير فيها نوع من التيبس مع الوقت. جميل. من سنتين جتني إصابة في إصبع اليد الصغير، والحين أحد المفاصل في الإصبع ما يتحرك. أوكي. لو الإصابة هذه صايرة في المفصل الأخير، الحركة تكون في الغالب صعبة، لأن ما في إلى الآن مفاصل صناعية ممكن نعوض المفصل الأخير. لكن المفاصل الوسطى في بداية الإصبع ممكن الواحد يعوضها بمفصل صناعي، فلو الحركة متيبسة وما فيها أي شيء ممكن أول نشوف المفصل. لو المفصل بعد السليم شكلا ممكن نسوي نوع من العمليات تمديد الأربطة في هالمكان بحيث أن الحركة ترجع مرة ثانية، لكن لو المفصل مصاب ومتليف من داخل يبقى ممكن نسوي له تبديل مفصل. دكتور أنا إذا أجلس على الأرض متربع فترة طويلة، يوم أوقف عندي الركب تعورني، هذا شيء طبيعي دكتور؟ ها هي نعم انزل. كل واحد منا يعني حتى انا صدق بعد نفس الشيء، وهي لسه ترى طويله تي بعد يوم انا شريد يتعورني تكون عانة عليك الريل. نعم. عموما الوالد عندي الوالد عنده مكروب في العظام، وانا حاليا اشتكي من الام في عظامي، خايف يكون نفس الحاله. هل مثل هذه الامراض تكون وراثيه دكتور؟ لا ما تكون وراثيه. لا المكروب في العظام لا، يعني بس انت روحي فحصي يعني في أكيد. كل الأحوال شو علاج التهاب أصابع القدم الشتوي؟ متخصص دكتور؟ متخصص. بس شو هذا القدم الشتوي؟ في قدم شتوي وقدم صيفي؟ أعتقد هي قصدها أن التهابات المفاصل واللي تسبب آلام أو تزود الآلام أثناء الشتاء وتعرض للبرودة. زين، هني نتكلم عن ألم العضلات أحد أسبابه نقص فيتامين دال، شو رأيك دكتور؟ نعم، العضلات عشان تتحرك محتاجة فيتامينات وأملاح في الجسم، ونقص الفيتامينات والأملاح هذه تؤدي لضمور العضلات أو ضعف في حركة العضلات. جميل. ما أسباب تنميل اليدين أو الرجلين؟ أسباب كثيرة، منهم ضغط على العصب، قد يكون الضغط هذا جاي من المفصل الرسخ أو من العمود الفقري. الضغط هذا بسبب التهاب الأوتار في المنطقة، وجود ورم، وجود نوع من التكيس في المنطقة، التهاب المفاصل ممكن تؤدي ضغط على الأعصاب. الأول شيء نسوي نفحص الأعصاب هذا عن طريق طبيب الأعصاب، وبعدين نشوف كمية الضغط. جميل. ناخذ مكالمة دكتور. نعم. ألو محمد تفضل. طويل العمر أبو ياسر الدكتور، بالنسبة للعمليات اللي يسوون في الأصبع، فأنا أعطوني موعد وفي المستشفى راشد سوولي عملية في اليد، فمن سوالي عملية انعوج صبعي، ومكان العملية الحين في الخرض يعني مثل عظمة طالع لي، ودكتور اللي سوى عملية اسمه دكتور شيطانية هندي شيطانية، فبغيت أسأل الدكتور يعني هل ممكن مثلا علاجي ولا شيء؟ اكيد احنا الواحد لازم تمر علينا اخوي المستشفى ونشوف اصبعك شو سبب الالتواء هذا اللي صار. انا كذا مره اعطوني موعد جيت المستشفى. نعم. اخر شيء دكاتره قال هذا ما في فايده. نعم. زين انا الحين الدكتور خليه يمر عليك انت عمليه علشان يستوي الذين ولا يستوي اخر. اوكي. نعم. اوكي خذي لي رقمه الله يخليك ميره، حولي لي رقمه بنعطي الدكتور بعد كذلك نتواصل معه، نحاول ناخذ له موعد ونشوف استشاره خاصه بهذا الموضوع. ولكن دكتور هل بالفعل نوصل يعني مثل حاله محمد انه في حاله معينه نكون واصلين مرحله انه خلاص ما في فايده في الصبع هذا يروح؟ يعني اعرف ان العلم تقدم وايد في هذا المجال.
أكيد في أشياء كثيرة الواحد يمكن يسوي ويحسن من الحركة، يعتمد وين الإصابة، درجة الإصابة، أي إصبع في الإيد، في بعض المفاصل مثل ما قلنا الحركة تكون فيها صعبة جدا بعد عمليات المفصل أو الكسور في هالمجال، لأن يصير تليف شديد مع تقدم العمر، المفاصل تبدأ تتيبس بصورة أسرع، فكثير من الناس يحتاجون فترة من العلاج الطبيعي أطول، قد ممكن يكون الأخذ محتاج نوع من العلاج الطبيعي عشان نحسن منه الحركة. فهذا الشيء احنا لازم نشوف شو الإصابة اللي عنده عشان نحدد الأساس. وانا اللي عارفه مستشفى راشد واحد من المستشفيات متقدمة في هذا المجال دكتور على مستوى المنطقة، يعني لما نتكلم في هذا المجال ممكن الحالة تكون في بعض الشغلات، يعني أحيانا المريض يتوقع أشياء أكبر عن شيء، ولكن الطبيب يعني يفعل ما يمكن فعلا لإنقاذ مثل هذه الحالات، ولكن هذا ما يمنع أن قد تكون هناك بعض الأخطاء الطبية بعد كذلك. إحنا ما نقولها أخطاء طبية، أكيد ممكن تصير أخطاء طبية، لكن ساعات كثيرة الحالة المريض لما نسوي العملية تكون عند التهتك بصورة أكبر، طبيب قدر الإمكان يحاول يرده ويعدل الوضعية، نتيجة. أي وساعات من العملية الأولى ما تكون النتيجة المرجوة، ممكن في عمليات تصحيحية نصلح منها. جميل. السلام عليكم، أنا عندي نفس الألم اللي في الكتف وطلع عندي التهاب وخذت إبرة كورتيزون مع العلاج الطبيعي لمدة شهرين وما زال الألم مستمر، شو هو الحل؟ هذا أظن على نفس حالتهم جواهر. نعم، إذا الكورتيزون ما نفع والعلاج الطبيعي ما يالس يحسن من الألم في هالحالة، الواحد لازم يسوي منظار للمفصل ويشوف هل هي إصابة في الأربطة والإصابة هذه جزئية ولا كاملة. لو كانت إصابة كاملة ممكن في هالحالة ما يحتاج عملية جراحية، نعدل من الأربطة الموجودة. جميل، لحين ما نختصر رح قدر الإمكان ناخذ مداخلة. محمد تفضل. السلام عليكم. يا هلا محمد، اختصر لي لأن خلاص بلشنا نخلص الحلقة. طيب فضل. طيب حاضر. من 3 شهور كان في عندي ألم في الكتف في الرقبة، سويت الإكس راي والإم آر آي واكتشفوا إنه في ديسك بالرقبة بالسي 4 والسي 5. الديسك هذا ضاغط على العصب وعامل في اليد اليسار، بالإضافة لكان في عندي تنميل وخدر في أطراف الأصابع، والحين الخدر عم بيمتد لليد زائد الوجع اللي هو المتواصل. طبعا الحين بالوقت الراهن صار في وهن في اليد وصار فيها ضعف. عملت العلاج طبيعي وكان مؤذي جدا فوقفوه، وحاليا على المسكنات. الدكتور حكى لي الحل الوحيد هو العملية في الرقبة اللي هو الدسك. طيب. وطبعا هاي العملية كريتيكال وكثير ناس يعني بحذروا منها، لا جدا حساس وصعب الواحد يسلم يعني رقبته لأي حد بصراحة يعني. والله إلا الحلاق صح. حبيبي محمد يا تسمع الإجابة إن شاء الله، تفضل دكتور. طيب. يعني إذا كان الضغط شديد وسبب بداية ضمور العضلات، يعني الحل ما في إلا العلاج الجراحي مع الأسف. أنا أشوف أن المريض يأخذ أكثر من راي ويستخير ويتوكل على الله، لأن إذا بدأ الضمور العضلات ما لها حل يعني إلا التدخل الجراحي، ما في إنه ترجع مرة ثانية، لو صارت ضمرت خلاص انتهى وضعها، فما نبال الحالة تتقدم أكثر إن شاء الله. نأخذ فاطمة كآخر مكالمة دكتور، وبعدها نأخذ بعض الرسائل الخاصة من قبل المتابعين. تفضلي يا فاطمة. ألو فاطمة معانا ولا؟ ألو. طيب إذا تسمعنا فاطمة يعني إن شاء الله ممكن ترسلين رسالة على 4006 ونلحق نقراها قبل نهاية البرنامج. دكتور ما رأيك بالعلاج من خلال نقاط الطاقة؟ ما أدري شو يقصد بنقاط الطاقة. هو الأكيوبانكتشر. إنزين. يعني هذا مو مجالي صراحة، في ما في دراسات كفاية تقول إن هذه ممكن تفيد، هذه مثل الإبر الصينية. في ناس متخصصين في هالمجال من أخصائي العلاج الطبيعي هم أدرى بهالشيء. هل طقطقت الأصابع صحية؟ لا. بس أحيانا دكتور تي تحس إنك الواحد تبقى. نعم. بس المشكلة إن اللي يصير إن مع الطقطقة هذه إن الغضاريف تبدأ تحتك مع بعض. أوكي. ويبدأ يصير نوع من التآكل في الغضروف، وهل يؤدي مع الوقت على زيادة التهاب المفاصل. أوكي فاطمة على السريع لأن باجي 3 دقائق، تفضلي. السلام عليكم. يا هلا تفضلي فاطمة سؤالك. أخوي دكتور أنا من 3 أسابيع عندي ألام في إيدي في الأصابع،
رحت عند دكتور عام حولني على روماتيزم، سويت تحليل روماتيزم حكوا لي ما عندي شيء، او رحت عند دكتور باطني سوت لي تحاليل قالت لي عندك بس كوليسترول شويه طالع، ما اعرف شو هالاعراض وما اعرف اي دكتور اروح عنده. نعم اختي حياك عنا ان شاء الله. الام الايد ممكن تكون مشاكل في المفاصل ما له علاقه بالروماتيزم، ممكن يكون خشونه او يكون ضغط على الاعصاب او التهاب الاوتار، واحد من هالثلاثه. حياك عنا ان شاء الله واحنا نسوي لك التحاليل والفحوصات اللازمه وعلى اساسه نحدد لك العلاج. خفي من استخدام التليفون فاطمه، يعني لا تستخدمي وايد التليفون شي في ديج ولا والله ما اخذك هالسوالف وياك، هالسوالف امزح معك. مشكوره يا فاطمه. الله يخليك. ميرا خلي رقمك عندها بعد كذلك من حول على الدكتور ان شاء الله. عموما السلام عليكم، ابني صار له جرح تقطع العصب اخر المفصل في الاصبع الاخير. طيب ما بس هذه الرساله الدكتور. تنميل الأصبع بسبب جرح في الأعصاب، لو كان الجرح هذا صاير على بداية الأصبع احنا ممكن ندخل جراحيا حتى لو بعد فترة ان ندور على العصب ونشيل الجزء التالف منه ونزرع العصب في هالمكان بحيث ان الإحساس يبدأ يرجع مرة ثانية. طيب ما هي أعراض الالتهاب الأوتار؟ في بتكون ألم في حركة الأصابع، في عبارة عن ضغط في عند مفصل الرسخ والآلام هذه تزيد أثناء اليوم وتبدأ تقل مع الوقت بالليل. ما هو سبب ألم الأرجل عند الأطفال؟ هل برد أو شيء ثاني؟ ومتى يكون لازم أراجع الدكتور؟ ألم الأرجل تخصص دكتور تخصص أطفال، لكن أنا أشوف يعني إذا الألم هذا صار لفترة أفضل أن الأخت تودي ابنها وبنتها لدكتور متخصص في العظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور عندي عرق قرنسة، شو علاجه وأنا أدرس؟ هل هذا يأثر على الدراسة ولا يأثر على شو بالضبط؟ ها دكتور عرق قرنسة شو هو عرق قرنسة؟ ما أدري، ما يبغي يقدم الامتحانات يقول يقول أيمن يدور أي شيء يتعلم به، لا ما ظني. شكرا دكتور. وأيضا هني في عندنا آخر سؤال، تكلمنا عن طقطقة الأصابع دكتور ها؟ نعم. طيب نحن هني باجلنا دقيقة دكتور، خلنا بس كلمة أخيرة تبغي توجهها في هذا المجال، يعني شغلة نسينا نطرحها من خلال الحوار، أي شيء تبغي تقوله في هذا المجال، نصيحة تبغي تتكلم عن القسم عندك عن الإمكانيات، موضوع راجع لك دكتور. نعم. في دقيقة ماذا تريد أن تقول في ختام هذه الحلقة؟ نعم احنا في قسم جراحة اليد دخلنا خدمة جديدة هي جراحة أو تنظير المفاصل، وهذه من الأشياء الجديدة اللي صارت متوفرة على مستوى العالم، أن نشوف نسوي العمليات المفاصل عن طريق المنظار، فهذا يقلل من الآلام اللي تصير بعد العملية، تقلل من فترة النقاهة والمريض يبدأ يرجع إن شاء الله بصورة أسرع للعمل. طيب بس حبيت أسأل دكتور، أنا سويت عملية بمستشفى راشد في يد اليمين وعندي الوريد مقطوع والحمد لله ردت نفس قبل، بس أحس بويع من أحرك إيدي. نعم. علاج طبيعي لازم؟ العلاج الطبيعي دائما والوريد نفسه ما يسبب الألم، يمكن يكون الأنسجة التهبت شوية، وإن شاء الله مع العلاج الطبيعي الأمور تتحسن إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور خالد العوضي. دكتور خالد هو استشاري ورئيس قسم جراحة اليد بمستشفى راشد. نحن الأسئلة الموجودة على الانستغرام بنكمل عليها بعد الحلقة إن شاء الله بعد ما نختم هنا في الإذاعة، فنلقاكم إن شاء الله غدا مع مواضيع جديدة، حتى ذلك الوقت كل الشكر لك ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق، شكرا لك أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.